راح يشاركنا بهذه الوصلة فرقة فرسان البادية بقيادة الأخ العزيز مجدي اقطيشات. وبدي أرحب ترحيب كبير بسعادة النائب علي الغزاوي وأهل الأغوار الشمالية وأهل الغزاوي على هذه الدعوة الطيبة والكريمة اللي أتشرف بها بالمشاركة أيضا مع زميلي وأخوي وصديقي ورفيق الدرب أيهم المشتاوي فنان الغالي. بدنا كل أهل الأغوار الشمالية كلياتنا بدنا نفرح مع بعضنا اليوم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا. اليوم بدنا نزف فرح الحسين لكل الأردن. بدنا الزغاريت وين؟ يلا هذا الأردن أردننا أهلا الروح انصامه الله الوطن قايتنا مدوش على أبوابه
وسيدنا ابو